شاني مسجات كتير حلوة، شفتي كتير اسمسات حلوة. قالت لي قتلي من المهمونة اول ثلاثة يورو، قلت لها هو انا وانا بعدين بلش من اليمن من السعودية. شفتي الاثمات يعني الناس بيشوفوا يعني حكوا على الثيون فاي انا ويحيى. واحلى ما في الاسم اس بتاعتك الفاطمة ان هم محددين المكان والاسم. انه مش انتم الاول، انا اول ويحيى هم اللي حكي الاول على الخطوبة. نبي اللي حكيتي لي اياها مرة قلت لك ما راح احضرها نيو يير. ها؟ حكي انا ويحيى حكينا، انا بس ناطرة يعني خطوبة يعني تكون مع اهلي يكونوا حاضرين، يكون بابا بالبيت والفاتحة اللي يقراها هون هو يكون موجود يقراها مع بعض ولو انه على الهوا، بس يعني بيشبكوا مع بعض. هو الواحد وصلني يا توت طعم يعني التوت. كانت هي كانت وكان بدنا هذا بس مع راديو، كان بدنا نعمل بس مع راديو فوق يعني. ليه كنت على اخر بروجرام بس خلي كل واحد